الثاني من القلعة. هذه كراسي السينما الظهر مفلتة هنا ما كانوا يحتاجوها. مرميين فوق بعضنا. أيوة. واركب واركب وعيش. هذه احد الابراج. كبيرة هذه او شجرة. فوق شوف البسفور بما حمل. الشمس تسطع. الأبواب مغلقة. أتوقع في وقت من الأوقات كان مفتوح. عندك تركب له فوق. هذا بعد مدفع. الحديقة السرية. كتابات ذكريات. فوق هذا في درجات بعد تالك ما هي موجودة. هذه أربع قمة الضوء. هاي القمة اللي كان قبل حط برجك من قبل شو كلاس. هلا جميلة. 10 ليرة قليلة في حقها صراحة. يعني هذا القلعة نشوفها صراحة أفضل من بعض المتاحف اللي دخلناها. أنا ترايك صراحة حقيقة حقيقة وقدم القلاع والعصور القديمة. العرب تدخلك عالم قديم. القلعة هذه أنا من رأيي قلعة تستحق الزيارة. وغير كده كأنك داخل غابة. تحس مشاهد العصافير والهدوء والنظرة الخلابة على البسفور. يعني شيء صراحة واو. ناقص بس واحد يبيع كهف شاي بالتكي على هالكرسي هذا وعيش وعيش. بدافع بسبب بعد راسه معسل يا الله.
خلاص تحس نفسك في العصور الطبشورية مو بس عصر العثمان. طول شيء يا طول طول عز كده انتهت تغطية القصر او الحصن اللي ما اعرف قصته صراحة. يبقى انا نشوف نبحث عن قصته. يا سلام عليكم.